اللي اعلنت على الاستقاله تاعي، نظن الاستقاله اللي كانت نهائيه لظروف نظن حتى العام والخاص يعرفها، ولكن نجمو نقدروا نوضحوها. اللي اولا يعني هي ظروف العمل اللي كانت ما ساعدتنيش يعني باش ننهي يعني نقول لك مشروع. انا جيت على مشروع لصح السعيده، وين كنت بنكون يعني فريق شاب، والهدف تاعنا يعني تكوين فريق شاب اللي يلعب كره مميزه، والحمد لله حققنا من هذا الجانب، حققنا نسبه تاع من 25% 30% من نسبه العمل. ولكن يعني بدينا نلقوا في العراقيل هذه اللي ما نعرفلاش يعني الاطراف تاعها، عراقيل اللي دائما اللي ما ساعدتنيش باش نزيد نكمل في العمل تاعي. نظن يعني القرار تاعي كان هذا راجع للظروف، يعني ظروف العمل اللي الاداره مشكوره يعني الشيء اللي قدمته، اللي هي ثاني تاع الظروف تاع المولية السعيدة نعرفوها، والازمه اللي راها دبر بها مولية السعيدة اللي ازمه صعيبه. ولكن الشيء اللي شرته في بدايه الموسم، انا شرت على الفريق باللي ما يكونش فترات يعني تاع اضرابات، وباش نقوم بالعمل تاعي يعني الانسان نعتمد على الميدان ونكونوا فريق شاب. نفسيا ما بقاتليش ديك النفسيه باش نزيد نعمل، ما بقيتش النفسيه، حسيت روحي بلي تعبت فوق اللازم. و راس مالي هي كانت اللاعبين، كانت هي هذيك الفئه تاع اللاعبين الشباب تاع بريميراني سينيور يطلب دراهم، المولديه فتحت له باب باش يلعب لك، باش يلعب هنايا وباش يلعب بون سينيور وباش تعطيه اسم وكل شيء، على بريما يقول لك ما نلعبش، تما واش بقى بريميراني سينيور. هذوك اللي كبار في السن ماشي مشكل، اللي كبار في السن ماشي مشكل، خاش كارير تاعهم فانت كارير. بصح لي بريميراني سينيور بريميراني سبور هو يلعبون سينيور، يطالب لك ببريما دوم، ينيغوسي لك في ماتش، ما لعبتش الماتش وما نسافرش الا باش نلعب. هنا سي غراف، هنا ما نقدرش درك باش نخدم معاهم، ما نقدرش نواجههم، خاش كنا باغيين جروب تاع رجال، بريمو تاع رجال اللي مثل الولايه، ما وصلناش لهذاك الشيء. نظن المسؤولين مشكورين، وإن شاء الله ربي يوفقنا.